نعم عبد الله، يعني اليوم كنا في أحد مراكز الاقتراع في محافظة بابل، شاهدنا هناك استعدادات تجري من قبل المفوضية وأيضا من قبل قيادة شرطة محافظة بابل لتأمين هذه المراكز، حيث اليوم وصلت الأجهزة والصناديق الخاصة بالاقتراع وصلت إلى المراكز الانتخابية، ونحن بهذا الكلام المدارس شاهدنا جميع المراكز الاقتراع هي مجهزة بالكامل، و حتى كاميرات المراقبة وضعت اليوم، فجميع هو اليوم على أتم الاستعداد ليوم غد وهو يوم التصويت الخاص. هناك استعدادات تجري لغاية الآن من قبل قيادة شرطة محافظة بابل وحتى الحكومة المحلية بالتنسيق مع القيادة والمفوضية. في الصمت الانتخابي لغاية الآن لم نشاهد هناك يعني خرق للضوابط أو قانون المفوضية من قبل المرشحين، لغاية الآن توجد التزام من قبل المرشحين. يعني في السابق كانت هناك استبعادات عديدة للمرشحين المخالفين، وأيضا هي المفوضية وعدت في قرارات أو إجراءات سالمة بحق المرشح المخالف لضوابط المفوضية. هذا ما يجري في بابل لغاية الآن، إضافة إلى الزحامات المرورية كما تشاهد من خلفي، عدد كبير من السيارات الآن تزدحم في شارع الجمعية وسط مدينة الحلة نتيجة الخطة الأمنية التي وضعتها. نعم، نتحدث هنا عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات في محافظة بابل. هل هنالك ربما محددات يعني تختص بها بابل عن باقي المحافظات؟ هل ربما يعني ازدادت الأوضاع تعقيدا أمنيا في المحافظة بالقرب من المراكز الانتخابية؟ بالتأكيد، يعني أمام المراكز الانتخابية هناك يعني قوات أمنية منتشرة وهناك جهود حتى استخباراتية يعني بالقرب من تلك المراكز، حتى في الشوارع اليوم نشاهد هناك مفارس منتشرة وسيطرات عرضية شبه عرضية في الشوارع، أدت إلى زحمات مرورية كما تشاهد من خلفي، وهذا أدى إلى امتعاض عدد كبير من المواطنين. يعني حتى على منصات التواصل شاهدنا ردود فعل من قبل المواطنين تجاه هذه الخطة الأمنية التي أضرت المواطنين بحسب قولهم. إضافة إلى ذلك عبد الله، شهدت بابل تظاهرات يعني يوم أمس، نعم، وحتى اليوم كان هناك عدد من المواطنين هم متظاهرون بسبب يعني نعم هم متظاهرون لمقاطعة الانتخابات ورفض عملية أو رفض عودة مجالس المحافظات هذه الحلقة الزائدة حسب حديثهم.